تاخذ الآن استعراض لأداء أسواق المال الإماراتية في جلسة بداية الأسبوع، وكما نرى فإن مؤشر سوق أبوظبي مرتفع بقرابة 14% والمؤشر حاليا عند 9270 نقطة. بالنسبة للتداولات اقتربت من 80 مليون سهم بقيمة تجاوزت 332 مليون درهم. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا، سهم الواحة كابيتال الأكثر ارتفاعا وارتفاع بأكثر من 11% في سوق أبوظبي، شركة سودتل أيضا ارتفاع بنحو 9%، ومجموعة آي سي جي ارتفاع بأكثر من 4%. الأكثر نشاطا في القيمة في سوق العاصمة سهم آي سي العالمية القابضة على رأس القائمة وتداول أكثر من 83 مليون درهم. الواحة كابيتال أيضا تداول قرابة 50 مليون، والفا ظبي القابضة تداول أكثر من 31 مليون درهم. بالنسبة لسوق دبي المالي فهو أيضا مرتفع بنحو 0.5%، والمؤشر حاليا عند 3806 نقاط. التداولات فاقت 44 مليون سهم بقيمة تجاوزت 123 مليون درهم. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في سوق دبي، ديار للتطوير على رأس هذه القائمة ومقترب من الارتفاع ب 4%، الإثمار القابضة ارتفاع بأكثر من 2%، أملاك للتمويل ارتفاع أيضا بأكثر من 2%، إعمار العقارية لا يزال يتصدر الأكثر نشاطا في القيمة بسوق دبي، وحاليا تداول أكثر من 42 مليون درهم. مصرف عجمان أيضا تداول أكثر من 28 مليون، وشركة خليج الملاحة تداول أكثر من 18 مليون درهم.